بعد مضي أكثر من 8 قرون، انتظر المسلمون تحقيق البشارة النبوية بفتح عظيم كان حلماً غالياً وأملاً عزيزاً راود القادة والفاتحين، فهو حلم الأجداد وأمل الأجيال، حتى جاء قائد فاتح من فوارس الإسلام، فارس مجاهد عرف بأبي الخيرات، لقب بالفاتح في أهم فتوح القارة الأوروبية. إنه السلطان محمد الثاني في مشهد فتح القسطنطينية. هو محمد ابن مراد الثاني، بعد وفاة والده استلم مقاليد الحكم وهو في سن 22 من عمره. امتاز محمد الثاني بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل، كما أنه فاق أقرانه منذ حداثته في كثير من العلوم التي كان يتلقاها في مدرسة الأمراء. امتاز محمد الثاني بالقوة والعدل والحكمة وحسن الإدارة. كيف أثرت هذه السمات التي اكتسبها في نشأته في صناعة القائد الذي تولى مقاليد الحكم في سن مبكر؟ محمد الثاني الذي لقب بالفاتح بعد فتح القسطنطينية هو أحد السلاطين الملهمين العظام في التاريخ الإسلامي. عاش في مدينة أدرنة العاصمة العثمانية، وبعد وفاة أبيه تولى الحكم في سن مبكرة، كان عنده يعني 21 عاما في أفضل التقدير يعني كده. تسلم محمد الثاني مقاليد الحكم في سن مبكر. ما دور التنشئة الاجتماعية في تكوين هذا القائد الفاتح؟ محمد بن مراد الذي قام بفتح القسطنطينية نشأ تنشئة خاصة، نشأ على قيم الإسلام وأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام، والإسلام في هذا المجال يفتح الأفاق. كان محبا للعلم، كان محبا لمجالس العلماء، كان يقرأ في السير وكان يستمع إلى أمجاد السابقين، وده إداله يعني تنشئة اجتماعية خاصة، إما في حب الدين ورفعة شأن الإسلام. وكل هذا أهله في النهاية لأن يحكم وهو في سن صغيرة دولة مترامية الأطراف ويحقق هذا الإنجاز التاريخي الكبير. تعد القسطنطينية من أفضل مدن العالم تحصيناً لما عليها من الأسوار والقلاع والحصون. مدينة القسطنطينية كانت عاصية على الفتح الإسلامي حتى جاء محمد الثاني. ما هي الدوافع السياسية والتاريخية والدينية لفتح القسطنطينية؟ الحقيقة أنه فتح القسطنطينية هو كان يعني عبارة عن حلم إسلامي قديم. منذ ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي كانت أكبر قوتين على المسرح آنذاك هما دولتي الفرس والروم. الفتوحات الإسلامية الباكرة نجحت في القضاء على دولة الفرس بسرعة، لكنها لم تستطع القضاء على دولة الروم. الفتوحات الإسلامية استطاعت أن تقتطع أقاليم بلاد الشام وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا من دولة الروم، لكن الدولة ما زالت قائمة بفضل العاصمة القسطنطينية اللي هي الوريثة الحقيقية للإمبراطورية الرومانية القديمة. المسلمون من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر الميلادي يعني حاولوا فتح القسطنطينية عدة مرات، منها مرتين في القرن السابع والثامن الميلادي، ثم حاول السلاطين العثمانيون أيضا بعد ذلك بواسطة السلطان بايزيد فتح القسطنطينية، ثم حاول مراد الثاني، إلى أن نجح محمد الفاتح في النهاية لأنه تعلم من دروس التاريخ وتعلم من الحصارات الإسلامية والعثمانية السابقة كيف يستطيع اقتحام المدينة، خاصة بعد أن مدينة القسطنطينية عندما حاصرها السلطان محمد الفاتح كانت عبارة عن مجرد جزيرة وسط أراضي وأقاليم عثمانية كبيرة. ما هي الدوافع الدينية على مراحل مختلفة من العصور لفتح القسطنطينية؟ منذ أن سمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البشرى لما سألوه أي البلاد تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذاك الجيش.
القسطنطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية التي كانت تحكم البحر المتوسط في هذا الوقت. لما سمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولما سمعوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن بلاد قسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذاك الجيش، كل واحد أمل أن يكون هو صاحب هذا الفتح وهذا النصر، لكن كتب الله التمكين لمحمد ابن مراد وكان عمره 22 سنة ففتح هذه البلاد تحقيقا لهذه البشرة النبوية، فكان هذا سبب إسلامي وسبب ديني وأخلاقي في وقت واحد. كان السلطان محمد الثاني يكمل الاستعدادات لفتح القسطنطينية ويعرف أخبارها ويجهز الخرائط اللازمة لحصارها، كما كان يقوم بنفسه بزيارات استطلاعية يشاهد فيها استحكامات المدينة وأسوارها. في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي بدأ الحصار، كيف جاء فتح القسطنطينية؟ استخدم السلطان محمد الفاتح سياسة دبلوماسية مع الإمبراطور البيزنطي الأخير أولاً. عندما لم يستسلم الرجل كان السلطان الفاتح قد بنى القلعة الروميلي على البوسفور وقطع الطريق البحري تماماً، ثم بدأت جيوش أو قوات الإنكشارية العثمانية في حصار المدينة، ودارت المعارك والمناوشات لأسابيع طويلة جدا حتى استسلمت المدينة. القسطنطينية حصن حصين مليء بالأسوار العالية والأبراج وأيضا محاطة بالمياه من كل الجوانب، القرن الذهبي وأيضا البسفور وغيره. كيف مهد الطريق محمد الثاني لفتح القسطنطينية؟ محمد كان عنده خبرة عسكرية كبيرة جدا، حيث عمل ممر مشى عليه ومهد الجيوش في أن تخترق من خلال هذا الممر، ثم بعد ذلك بدأ بالحصار، ثم بعد ذلك قام بالضرب من خلال المدافع، ومن خلال هذا الحصار عرض الصلح في أن يسلم المدينة. لما رفض الإمبراطور تسليم المدينة صمم محمد ابن مراد الفاتح رحمة الله عليه في أن يخترق هذه المدينة وضربها حتى أسقطها جميعا وانتصر في هذه المعركة وفتح القسطنطينية. كيف استعد محمد الثاني لفتح هذه المدينة؟ استعد السلطان محمد الثاني لفتح القسطنطينية عبر بناء قلعة شهيرة على مضيق البوسفور، هي قلعة روميلي حصاري أو قلعة الروم يعني. كان يريد أن يقطع الطريق البحري على المدينة، ثم حاصر المدينة بجيوشه الكبيرة من الأسوار البرية. كانت مدينة القسطنطينية تتميز بمناعتها الشديدة عبر العصور، تعرضت لحصارات عديدة من المسلمين ومن الفرس ومن الآفار ومن الجرمان ومن الروس، لكنها لم تسقط أبداً إلا مرة وحيدة عندما أسقطها الصليبيون في الحملة الصليبية الرابعة. تعلم محمد الفاتح من كل هذه الحصارات وأرسل جيشه ليحاصر المدينة لعدة أسابيع طويلة، ولم يكتفي بالحصار البري بل استخدم أيضا أسلوبا جديدا آنذاك، هو أسلوب حفر الأنفاق من تحت الأسوار. يعني كان هجوم بري وبحري وعبر الأنفاق؟ نعم كان هجوما بريا مباشرا عبر محاولة تسلق الأسوار وعبر النفاذ من تحت الأسوار. والحصار البحري هنا كان في غاية الأهمية، لأنه مدينة القسطنطينية وهي الجزء الأوروبي من إسطنبول الحالية تقع يعني يحيطها الماء من ثلاث جهات، والخليج القرن الذهبي الذي يدخل إلى القسطنطينية كان مغلقا بالسلسلة حديدية ضخمة، فشلت السفن العثمانية في دخول هذا الخليج، مما جعله يلجأ إلى خطة عبقرية أخرى عبر نقل السفن بطريق البر من مضيق البوسفور إلى خليج القرن الذهبي. وهذه المعلومة بالمناسبة وردت في المصادر البيزنطية قبل أن ترد في المصادر العثمانية، لأن البيزنطيين هم الذين كتبوا بكثافة عن سقوط القسطنطينية. مع انتصار المسلمين بفتح القسطنطينية، هل كان لها نتائج كبيرة في انتشار الإسلام في أرجاء أوروبا بأكملها؟ نعم، تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ من هنا المد الإسلامي ينتشر وأخلاق الإسلام تنتشر، ثم بعد ذلك بدأ التجار الوافدين من هنا وهناك على هذه الأماكن يتعلمون أخلاق الإسلام، وده كان سبب في انتشار الإسلام وكثير من الفتوحات التي جاءت بعد ذلك.
يعتبر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمي وتتويج لانتصارات محمد الثاني لحكم دام لأكثر من 30 عام، كانت خيراً وعزة للمسلمين ومهدت الطريق لنشر الإسلام في جميع أنحاء أوروبا.